بما قرأ الحسن ابن علي عن علي عن نبي الله ولا يحفظ له حرف ولا سند. الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب جده عليه صلوات الله نبي الله، ولا الحسين في قراءة عاصم، في قراءة الكسائي، في قراءة نافع، الخلف البزار، ماشي. إنما إخوانا كما قلت لكم بالتحقيق والتثبيت، ليس في أسانيد المسلمين لا الحسن ولا الحسين ابن فاطمة، ليس في الأسانيد. وإن وجدتم شيء في بعضهم يسند الحسن والحسين بقراءة الكسائي، خطأ هذا السند لا يصح. جيد.